ديون الأندية الجزائرية، وتحدثنا لما تحدثنا عن شبكة القبائل قلنا مثالا لأنه يشارك في منافسة الأفريقية. المشكل هذا ما زال، الأندية الجزائرية تعاني وعندها ديون واللاعب محرومة من انتدابات، ولما تجيب اللاعبين ما تخلصش اللاعبين دوامة. المعاملة راهي بكفين شبيبة القبائل، مش الديون تاع لجنة منازعات المحلية اللي حبستها، نعم هي الديون تاع الفيفا تاع اللاعبين الأجانب، نعم وخلت الفريق ما يتحصلش على الإجازات. لو هذا المشكل هذا راه من الاتحاد الجزائري، هو راه يغرق في الفرق الجزائرية وما راه تبان لهم اللي راهم ينقذوا في الفرق. نعم. انت فريق لما تخلي عنده 20 مليار ديون وتعطيه الإجازات، والموسم القادم يكون عنده 30 مليار 40 مليار وتتسامح مع الديون المحلية، نعم. والديون الأجنبية اللي وين 200 مليون 300 مليون ما تقدرش تخلي ما تمدش اللاعب للفريق الإجازات وتحتم عليه يسلك الديون تاع اللاعب الأجنبي، وكاين مشكل تاع تحويل المالي، ينتظروا الاتحاد الجزائري لازم يعمل تحويل من الحساب الخاص تاع الاتحاد الجزائري، لان الانديه تاعنا ما عندهاش حساب خارجي تاع العمله الصعبه. هذا التعاملات هذه اللي راح هذه الامور تعرقل، تدي وقت كبير. نعم. تدي وقت كبير. نعم. في التحويلات هذه ممكن 30 يوم حتى 40. نعم. يوم. الفرق هذه ما تعملهمش حساب لانهم دائما عندهم كما نقولوا بالعاميه عندهم لاغراس من ناحيه الديون المحليه.